هلو، عاملين ايه؟ في فيديو النهارده انا هقولك على 6 طرق هيساعدوكي ان انتي تحققي حلمك، فكملي معايا الفيديو. طيب قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد بنزله، وفولو بقى على الانستجرام. يلا بينا. طيب اول حاجه هي ان انتي تعرفي وتحددي ايه هو حلمك، يعني حددي كده انتي فعلا عايزه ايه ونفسك توصلي لايه. كمان عايزه اقولك ان اكتبي حلمك او اكتبي هدفك في ورقه، ده برضو هيساعدك جدا. طيب تاني طريقه هو ان انتي تحولي حلمك لرغبه. يعني ايه تحولي حلمك لرغبه؟ يعني تبقي عارفه ان انتي الحلم ده انتي هتحققيه، يعني تبقي مؤمنه بنفسك ومؤمنه ان انتي هتوصلي للحلم ده وهتحققي الحاجه اللي انتي عايزه تعمليها. طيب تالت حاجه هو ان انتي تحولي حلمك لهدف. طيب برضو يعني ايه تحولي حلمك لهدف؟ ان انتي يبقى خلاص هو ده هدفك في الحياه، انتي عايشه عشان تحققي الحاجه دي، يعني هي دي خلاص الحاجه اللي انتي عايزه تعمليها والحاجه اللي انتي عايزه توصلي لها. طيب رابع حاجه هو ان انتي تحطي خطه ان انتي توصلي للحاجه دي. يعني ايه برضو؟ يعني ان انتي تحطي كده خطوات تخليكي توصلي لحلمك ده او لهدفك. يعني انتي كده تجيبي ورقه وقلم تكتبي انتي حلمك ايه، وتكتبي كمان الخطوات اللي انتي هتمشي عليها عشان توصلي للحلم ده او للهدف ده، وتبداي بقى تعملي خطوه خطوه. يعني احنا مش بنوصل لحاجه كده مره واحده، لا احنا لازم كده نمشي خطوه خطوه لحد ما نوصل لهدفنا في الاخر. طيب خامس حاجه هو ان انتي بقى تبداي ان انتي تنفذي. يعني خلاص انتي دلوقتي هتبداي، احنا كتبنا خلاص الخطوات اللي احنا عايزين نمشي عليها، هتبداي بقى بخطوه خطوه. اول خطوه كده هتبداي ان انتي تنفذيها. خلصنا كده اول خطوه، هتبداي بقى ان انت تنفذي تاني خطوه، يعني ان انت هتبداي بقى تنفذي الخطوات اللي انت كتبتيها دي عشان توصلي لحلمك. طيب سادس واخر خطوه هو ان انت تراجعي دايما اللي انت وصلتي له. يعني احنا دلوقتي زي ما قلت لكم احنا كتبنا خطوات، انت دلوقتي اول خطوه هتحددي بالظبط انت الخطوه دي هتحققيها في قد ايه. يعني مثلا هنقول هحقق الخطوه دي في شهرين، فانت بعد ما شهرين يعدوا او في خلال الشهرين هتشوفي انت حققتي ايه من الخطوه دي او عملتي ايه هيوصلك للخطوه اللي بعد كده. يعني اول حاجه ان انت هتشوفي المده اللي انت كنت حطاها عشان تحققي اول خطوه انت مشيتي عليها وحققتي فعلا اول خطوه في المده دي ولا لا، وان انت كده وانت يعني بتحاولي ان انت تحققي حلمك هل انت فعلا لسه عايزه تحققي الحلم ده ولا حاسه ان خلاص شغفك روح. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا يعني كتير قوي، وده اكيد بيحصل معانا كلنا، ان احنا بنبقى فعلا عايزين حاجه معينه بس واحنا بنحاول ان احنا نحقق الحاجه دي بنلاقي نفسنا كده في النص خلاص، يعني زي جالنا احباط، او مثلا ان احنا حاسين انه خلاص ما عندناش طاقه ان احنا نكمل او نحقق الحاجه دي، او مثلا بنحس ان احنا هنفشل. يعني بيحصل لنا كده احباط ونحس انه لا احنا مش هننجح وان احنا هنفشل، وعايزه اقول لكم ان الحاجه دي يعني طبيعيه جدا وكلنا بيحصل لنا ده، ومفيش مشكله خالص ان انت لما تحسي ان انت محبطه او ان انت تعبانه او ان انت خلاص مش قادره ما عندكيش طاقه ان انت تاخدي كده بريك شويه وتريحي وبعد كده تكملي تاني عشان توصلي لهدفك. يعني انا عايزه اقول لك ما تستسلميش، وفعلا اي حد فينا بيجي له الوقت ده ان هو بيحس انه خلاص ما عندوش طاقه او بيحس باحباط، بس زي ما قلت لك مفيش اي مشكله ان انت تاخدي بريك وترجعي تكملي تاني عشان توصلي لهدفك. وكمان مهمه قوي ان انت تشوفي نفسك لو انت في الطريق ده يعني لسه فعلا ماشيه على الخطوات اللي هتوصلك للحلم ده، ولا خلاص اتشغلتي بحاجات تانية كتير وما بقيتيش ماشيه على الخطوات اللي انت كتبتيها، فده مهم برضو قوي. ولو لقيتي نفسك فعلا يعني بدات تتشغلي في حاجات تانية وما بتعمليش حاجه عشان توصلي لهدفك ده، لا فكري نفسك دايما بالحاجه اللي انت عايزاها وبالهدف اللي انت عايزاه وسعي تاني ان انت توصلي له. طيب انا مثلا هديكوا مثال، انت دلوقتي عايزه تكوني ميك اب ارتست، فايه الخطوات بقى اللي انت هتمشي عليها؟ يعني احنا اول حاجه خلاص حددنا الهدف، انا عايزه اكون ميك اب ارتست. تاني حاجه هنكتب بقى الخطوات اللي احنا هنمشي عليها، وخلاص كده هو ده هدفي ان انا ابقى ميك اب ارتست. طيب ايه الخطوات بقى مثلا اللي احنا هنمشي عليها؟ طيب احنا دلوقتي زي ما قلت لكم هنحدد الخطوات، هي مثلا اول حاجه ان انا هاخد كورس ميك اب. مش شرط على فكره كمان تاخدي كورس، ممكن تشوفي فيديوز اونلاين على اليوتيوب، هتلاقي فيه يعني فيديوز كتير قوي بتعلم الميك اب وكده. وعايزه اقول لكم ان انا جت عليا فتره انا كنت حابه ان انا اعرف يعني عن الميك اب اكتر واتعلم اكتر، فكنت كل يوم بقعد اتفرج على فيديوز اونلاين على اليوتيوب، فهو فعلا يا جماعه فيه كتير قوي. فلو انت عايزه تتعلمي ميك اب افتحي اليوتيوب لو مش قادره ان انت تاخدي كورس. تاني خطوه هنعملها هي ان احنا هنجيب طبعا الادوات بتاعه الميك اب، يعني هتشتري بقى ادوات الميك اب كلها لان انت بقى خلاص واخده الموضوع جد وخلاص انت عايزه تكوني ميك اب ارتست واخده الموضوع كشغل، فهتروحي بقى تشتري الحاجات اللي انت هتقدري تشتغلي بيها، وطبعا يا جماعه لازم تكون الكواليتي بتاعتها كويسه. طيب تالت خطوه هتعمليها وهي ان انت مثلا هتعملي بيج على الفيسبوك، هتعملي اكونت على الانستجرام، هتبداي بعد كده ان انت تحطي ميك اب لنفسك وتصوري نفسك بالميك اب وتنزلي الشغل ده على الانستجرام وعلى الفيسبوك عشان الناس تشوف شغلك، ويعني يبدا كده الاكونت يكبر معاكي. كمان ممكن بعد كده ان انت خلاص انت حطيتي ميك اب لنفسك وصورتي، ابداي بقى حطي ميك اب لناس تانية، ممكن مثلا على جروبس تكتبي ان انت محتاجه مودلز ميك اب عشان داتا وكده، فهتلاقي ناس كتير قوي تكلمك او مودلز بتكلمك ان هي برده محتاجه داتا، فتبداي بقى تنزلي شغل معاهم وتحطي لهم ميك اب وكده وتصوري. كمان مهمه قوي ان انت يعني تصوري في اضاءه كويسه ويكون معاكي كاميرا كويسه، ممكن كمان تجيبي حد يعني شاطر في التصوير هو اللي يصور لك، فده برده مهم قوي.
طيب اخر خطوه بقى ان هي ان انت خلاص هيبتدي ناس تكلمك وان هي عاجبها يعني شغلك وعايزه ان هي تعمل ميك اب معاكي، وهتبداي بقى تاخدي فلوس من الميك اب، وواحده واحده بعد كده هتبداي ان انت تكبري والناس تعرفك اكتر. وعايزه اقول لكم ان الخطوات دي كلها يعني زي ما قلت لك هتكتبيها، بس الخطوات دي مش سهله وكل خطوه فيهم هتاخد وقت وممكن تتعبي جدا عشان توصلي لده في الاخر. بس يعني عايزه اقول لكم ان فعلا مفيش تعب بيروح على الفاضي، يعني انت ما دام تعبتي وفضلتي مستمره وبتحاولي ان انت توصلي لهدفك فانت اكيد ان شاء الله هتوصلي. واهم حاجه ان انت زي ما قلت لك ما تستسلميش وتفضلي مكمله في اللي انت بداتي. انا كمان عايزه اقول لكم ان احنا يعني ساعات انا دلوقتي عايزه اعمل حاجه معينه، فيعني انا خايفه ان انا اعمل الحاجه دي، يعني ان انت تكوني خايفه تبداي في الحاجه اللي انت عايزه تعمليها دي وبرده تبداي احسن من ان انت تفضلي خايفه وتفضلي واقفه مكانك وتقولي لا انا اكيد هفشل واكيد انا مش هنجح وما تبدايش خالص، هتفضلي كده تسالي نفسك طب انا يعني لو كنت بدات انا كنت هوصل لايه، عارفين كده اللي هو طب انا لو ما جربتش الحاجه دي انا مش هعرف انا هوصل لايه ولا هنجح ولا لا ولا هوصل لحد فين. يعني انت مش هتعرفي غير لما تجربي، فان انت تجربي وتفشلي مره واتنين وتلاته احسن من ان انت تفضلي خايفه ما تجربيش خالص، تفضلي كده تسالي نفسك طب انا لو كنت جربت كان هيحصل ايه. طيب ده كده كان فيديو النهارده، اتمنى بجد ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده، وزي ما قلت لكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكمان فولو على الانستجرام لان ده فعلا بيشجعني قوي. وبس كده، باي باي.